على المايسترو للجهاز الهضمي وهو الكبد، هذا العضو الذهبي اللي احنا دايما بنسميه العضو الذهبي، لان حقيقه يساوي ثقله ذهب. يعني اوعى تشك في الكلمه دي، حقيقه الكبد يساوي وزنه او ثقله ذهب. وكل خليه من خلايا الكبد ان فقدت بتبقى مشكله كبيره، انت فقدت كنز ثمين بمعنى الكلمه. وسبحان الله من أهمية الكبد، زمان الجماعة العرب كانوا بارعين جدا في اللغة العربية وفي الشعر، لما حبوا يشبهوا أولادهم بحاجة في جسم الإنسان ما شبهوهاش بالعين ولا بالنظر ولا بالقلب ولا لا شبهوها بالكبد. يعني حتى الحدث بأهمية الكبد موجود منذ القدماء العرب. كان شاعر اسمه حيطان ابن المعلي الطائي، من أشهر شعراء العرب، ليه بيتين شعر رائعين جدا جدا في هذه هذا التشبيه، بيقول: وإنما أولادنا بيننا، وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض. إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. يعني بيعاوز يشبه ويوضح معزة الأولاد وقد إيه هم غاليين عندنا، شبههم بالكبد. إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض. شوف تشبيه جميل جدا جدا. إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. فيعني أهمية الكبد معروفة جدا جدا في العالم العربي القديم وفي أشعار القدماء العرب. وبالتالي يعني أهمية الكبد، لو قعدنا احنا نتحدث عن أهمية الكبد وخلايا الكبد هنعوز حلقات وحلقات، واحنا تحدثنا عن الكبد كثيرا وتناولنا الكبد باختصار شديد جدا واخدنا فيه حلقات كثيرة. وفي حلقة جميلة قوي أتمنى ان انتوا ترجعوا لها، اسمها الكبد في السنة النبوية، ان كان في العمر بقية هنعيد فعاليات هذه الحلقة، الكبد في السنة النبوية. هنوضح لك ازاي ان وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام وفي الشراب وفي النوم كلها بتتمثل في الحفاظ على الكبد. ده ظهر ازاي؟ من دراسات اوروبيه. ازاي انت بتنام على جنبك اليمين مهم قوي انك تنام على جنبك اليمين للكبد، ازاي ان انت بتتصبح بالتمر مهم جدا بالنسبه للكبد، و الى اخره. حلقه جميله جدا اتمنى ان انتوا ترجعوا لها تاني، اسمها الكبد في السنه النبويه، وان كان في العمر بقيه ممكن نتناولها مره ثانيه لانها فعلا من الحلقات المهمه والرائعه جدا. الكبد وخلاياه مهمين جدا جدا بالنسبه للجسم البشري. ليس هناك عمليه كيميائيه تحدث في الجسم من اوله الى اخره الا ولازم الكبد يمضي عليها، لازم الكبد يوقع عليها، المايسترو يسمح بمرورها. وبالتالي هذا الكبد اللي بيعمل باستمرار ليل نهار لا تستقيم من دونه الحياة الصحية. يعني إن مرض الكبد وإن تعب الكبد هتبتدي الصحة تتدهور، وده معروف جدا جدا عند حضراتكم قبل عندنا كمان في الطب. يعني الكبد ده لازم نحافظ عليه بمعنى الكلمة، ولكن للأسف لسان الواقع وحال الواقع بيقول ان احنا بنضر الكبد جدا، بنأذيه بحاجات كتيرة جدا احنا ما بناخدش بالنا ان هي مؤذية للكبد، ولكن كتير جدا من عاداتنا الغذائية وعاداتنا اليومية وعادات النوم وعادات حتى الشرب واقفا الى اخره، كل العادات دي بتضر الكبد بصورة صعبة جدا بدون ان نشعر وبدون ان احنا نعي، وان احنا فعلا يعني بنفقد بعض خصائص العضو الذهبي في الجسم وهو الكبد. من أشهر الأمراض في هذا العصر وفي وقتنا هذا هي تشمع الكبد أو الكبد الدهني أو دهون الكبد، أيا كان المسمى، تشمع الكبد أو دهون الكبد أو الكبد الدهني، تناولناها سريعا في الحلقة قبل الماضية، هي زيادة الدهون عن نسبة 5% في خلايا الكبد. يعني من الطبيعي أن يكون في دهون في وسط خلايا الكبد؟ نعم، ولكن لا تزيد عن 5%.